Abdoul, on a fait un bilan positif. On connaît le junior Bnet surtout. Khadija a 3 médailles d'or, Nour a 2 médailles d'or et 2 médailles de bronze. On a qualifié 2 bateaux pour le Jeux Olympiques. سي باقات ما كانوش صعاب ما كانوش سهلين الحمد لله ان شاء الله نكملوا هكا وان شاء الله نزيدوا نخدموا مبدئيا عندنا بطوله عربيه بعد شهر في مصر ان شاء الله ناكدوا النتيجه اللي عملناها في تونس في مصر ان شاء الله يا ربي فيما اهم ونحاولوا نلعبوا على المستوى المتوسطي والعالي صاحبي خالدين يخدم معنا برشا بجبنا لي ريزولتا هذوما ان شاء الله نكملوا هكايا وان شاء الله ديما نجيبوا ذهب لتونس نفرحوا لي زونترونور تاعنا ونحب نشكر صاحبي بردي لي زونترونور بس سورتو عائلتي اللي عاونتني وكل واحد عاوني باش نوصل لي ريزولتا هذوما نشكر الرجاء من الجدة فات فاطمة راشد وسر أشرف كل كسوة في ليزونترينمون كل كسوة حتى يحكي معنا بسيشيكمون معناتها نشكر الدوبل نتاعي على خاطر الدوبل ما مشيش وحده زوز مع بعضنا في الباتو ليزونترينور اللي وقفوا معنا ووالدينا ان شاء الله ما نوقفوش هنا ان شاء الله المونتاليتي نتاعنا تزيد تتحسن ونزيدوا نخدموا اكثر وان شاء الله في مكان ان شاء الله قد نخدموا